Debfi is a traditional folk Levantine dance performed differently in Lebanon, Palestine, Syria, Iraq, Jordan, and parts of Saudi Arabia. هي الدبكة نوع من الفرح، وبس الناس تجتمع بتخلي الدبكة بتخليهم قراب لبعض. بس يلقطوا قدام بعض بصير في نوع من الاتحاد مع بعض، بحسوا ببعض هني وعم يدبكوا بالفرح. بتجمع الدبكة، بتجمع العالم. أجمل دلعونة بتطلع عالساني برد الدلعونة وبين الغناني. بالدبكي من صغر، كنت صغير كان عمري شي 7-8 سنين، حبيت هواية الدبكي. كنت أدبك أنا وصغير بالبيت وروح مارس الدبكي بالأعراس عنا بالحفلات بمناسبات البيعة يعني، وصرت عم مارسة شوي شوي وأنا والشباب ندبك سوا. كان عندي تقريباً 7-8 سنين، خوالي كانوا دبكي. لقطت الدبكي من كثرة الأعراس اللي كانت تصير عنا. من بعدها صرت أدبك دبكي اللي أول طلعت يعني 15-16. من بعدها تعرفت على شباب مجد الأمجد، تعرفت عليهم عن طريق الدبكي وصرنا أصحاب من وراء الدبكي. هي الدبكة مشيتها واحدة معروفة يعني بالأخص الدبكة اللبنانية، فلذلك ونحن مشينا مع بعض كلنا أولاد ضيعة واحدة، كلنا بندبك ونشوف بعض كيف هذا بيدبك كيف هذا بيدبك، مع كثرة الممارسة سوا صرنا ندبك نفس الدبكة. الله نحن وصغار بنحب الدبكي وكنا نراقب الأكبر منا، وصرنا نتدرب سوا وكل ما نقعد ندبك سوا. الحلو بالدبكي إنه شيء أول شغلة من التراث، شغلة تانية بدل على عادات على تقاليد. أكثر شيء الدبكات بنشوفها بالأعراس، بالحفلات، حفلات النجاح، مناسبات سعيدة بتلم شباب، رفقة، أصحاب. مثل ما نحن تعلمنا الدبكة، الجيل الجديد هو عم بيتعلم انه هذا الشيء ما بيقف، هذا الشيء يعني متكل. نحن اخذناه عن جدودنا والاولاد عم ياخذوه عن دبكتنا لنا وعن اهلنا بنفس الوقت، يعني بيشوف هذا الشيء بيرغب، الشخص بيرغب بصير بده يمارس، من حين ما يمارس اختلط بالجو صار عنده مثل ما انا عندي اياه، هو هوايه. نحن بنتبع هذا التراث اللبناني وماشيين على الجيل القديم وعم نتبع، وبكره بعد بيجي جيل غير جيلنا يعني متبعين هذا التراث القديم، نفتخر نحن.
طبعا مسموح للجميع، مش شرط تكون الدبكة للرجال، هذا شيء حب. هي اذا بتحب الدبكة ما حدا بيقول له لا اذا راحت رقصت على الدبكة. هاي نظرية غلط ياخذوها عن العرب. نحن كمجتمع العرب معروف العرب كمش ايد بايد، هذا بدل على التعاون، على اخوة، على محبة، على حياة مشتركة حلوة بين شباب، قرايب، اصحاب. هاي على التعاون، على حبنا لبعض، لانه وقت بنلقط ايدان بعض نحن بنكون متضامنين، متكاتفين كل شيء، مش بس بالافراح، كل المواقف. The one who leads the line is called Dalawih, and it means basically the person leading the line. مهمة اللويح على الأول هو إنه يضبط الدبكة من الأول للآخر، هذه بالمبدأ، وبنفس الوقت هو اللي بيعطي الإيقاع إن كان بمختلف الدقات، يعني في شيء اسمه دقة، في شيء اسمه دقتين، في شيء اسمه دبكة عرب، فهو اللي بيدير هذه القصة كلها سوا من أولها لآخرها. من مجرد ما هو يحلل المسبحة هو استلم كل شيء. It's really just a prop. That's all it is. Some people use it and others don't. Sometimes it's a rosemary or a towel or a cloth. It kind of like symbolizes somebody being into the dance and leading the dabke line. شو بتنصحه كيف يلقط يعني؟ بنصحه يراقب، يراقب بحركات الدبكي والدبكي، يراقب الأول والثاني والثالث. ممكن يخترع أشياء بس ما تكون الأشياء زايدة عن اللزوم، وأهم شيء إنه يضلوا ماشي بنسق الدبكي. الدبكي هو أول شغلة الفرحة، يعمل جو للناس غير نفسيته، وهذا شيء بالروح. بحس حالي إني مدمن على هذا الشيء، شيء كتير حلو لإلي بالنسبة لإلي كهواية لإلي يعني، وأنا كتير بنبسط بالدبكي ومرتاح. شو هيدا وهذا يا لله رحلو